في بداية كل سنة بنسمع أقرت الحكومة الموازنة لهذا العام، بس كم يصرف من الموازنة وكم الإنفاق الفعلي على كل وزارة؟ خلينا نتعرف من خلال تقرير أعدته مؤسسة مفتاح ضمن مشروع التمويل من أجل التنمية على الموازنة المقدرة لوزارة الصحة الفلسطينية في عامي 2018 و2019 والإنفاق الفعلي اللي تم وعلى ماذا كان. بعام 2018 اللي بلغت فيه الموازنة المخصصة لوزارة الصحة 1787 مليون شيكل، أي ما نسبته 10.8% من الموازنة المخصصة للنفقات، وبلغ الإنفاق الفعلي حسب تقرير وزارة المالية 1710 مليون شيكل بنسبة 11.5% من إجمالي النفقات. يعني كان الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة أقل من الموازنة المقررة بفارق 77.7 مليون شيكل. وننتقل لعام 2019 اللي ما كان فيها موازنة مقدرة لعدم إقرار السلطة الوطنية الفلسطينية للموازنة العامة بسبب أزمة أموال المقاصة، وبلغ الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة في عام 2019 مبلغ 1784 مليون شيكل ما نسبته 10.9% من إجمالي النفقات بارتفاع طفيف عن العام 2018. كانت أهم بنود الموازنة المقدرة والإنفاق الفعلي لوزارة الصحة في عام 2018 ونسبة التنفيذ فيها وفقاً للأرقام الظاهرة: الرواتب والأجور، مساهمات اجتماعية وهي اللي بتمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للمتقاعدين، السلع والخدمات وهي النفقات التشغيلية مثل أجور المباني والكهرباء، المياه والتحويلات الطبية وشراء الأدوية وغيرها من الأشكال. النفقات التحويلية النفقات اللي بتدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في المجتمع من خلال مؤسسة عامة بيستفيد منها طرف ثالث مثل دفعات لمساعدة الفقراء. النفقات الرأسمالية وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية كالمباني والأراضي والمعدات والمركبات إلى آخره. النفقات التطويرية وهي النفقات اللي بيمتد عمرها الافتراضي والعائد من المنفعة لأكثر من عام. وفي عام 2019 اللي ما كان فيه موازنة تقديرية كانت نسب توزيع بنود الإنفاق الفعلي على الرواتب والأجور بنسبة 40.94%، النفقات التطويرية 3.81%، مساهمات اجتماعية 2.58%، النفقات التحويلية 0%، النفقات الرأسمالية 0.54%، السلع والخدمات 52.12%.